تعامل مع العديد من الجهات العربية والدولية والتي تأتي جميعها دعماً لمسيرة التطوير والتنمية وسعياً منا لنشر العلم والثقافات وتبادل الخبرات في مصر والوطن العربي. حيث تأتي فكرة هذا المؤتمر بما للاستثمارات من دور رئيسي ومحوراً مهماً في دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد في العديد من الصناعات والمهن والأنشطة المرتبطة بها. ذلك كون انتعاش القطاع الاستثماري للدولة وجذب المزيد من الاستثمارات يعني زيادة في هذه الأنشطة والصناعات المكملة لها للتبعية، وهو ما يعني أن الاستثمار يعتبر قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني. ويعتبر هذا المؤتمر وورشة العمل المصاحبة له خطوة من مؤسسة العدل الدولية للدراسات الطبيعية والدبلوماسية لتعزيز جهود الدولة المصرية المبذولة بهدف زيادة الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على ضبط استثماراتهم في الدولة المصرية، وهو ما جعلنا نطلب